طقس إلى الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حر على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت جولتنا الإخبارية من الحياة الآن، دمتم في أمان الله.